السلام عليكم يا شباب. اليوم جايب لكم مجموعة كبيرة من ملحقات وتأثيرات، فيها الصور خلفيات ووجوه تعبيرية وأسهم وكثير من الأشياء، وجايب لكم برابط واحد في ملف واحد ورابط واحد. فكل ما عليك طريقة تحميل، كل ما عليك انك تدخل على هذا الرابط. هذا الرابط بتحصله اسفل الفيديو. بعد ما تدخل على الرابط بيوديك الى صفحة اعلانات، تتخطى الاعلانات بيوديك بيفتح لك هذا الموقع، نفس ما تشوفون هذا الموقع. بعد ما تتخطى الاعلانات بيفتح لك هذا الموقع، تنزل تحت تضغط على داونلود، اضغط هنا لتنزيل الملف، تضغط عليه ويبدا تحميل الملف. بعد التحميل بتحصل هذا الملف المضغوط نفس ما تشوفون، تضغط كليك يمين، تضغط اكستراكت او استخراج هنا، فبيبدا ينتج لك هذا الملف. تدخل عليه بتحصل جميع الصور، جميع الصور اللي تحتاجها لتصميم الصوره المصغره والمونتاج. فنفس ما تشوفون هذا كل الصور، تدخل عليه بتحصل ان يسهم، تدخل على هذا بتحصل خلفيات، وتدخل على هذا ملف تحصل مؤثرات وتأثيرات. وكذا يعني. فكل ما والحين بس هذا الشرح، وهذا الشرح، هذا كل شيء. هذا الشرح اذا عجبك لا تنسى لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة، وبخليكم مع استعراض الصور والملحقات والتأثيرات. وهذا هو الشرح. مع السلامة.